سلام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نبارطاجي معكم واحد الوصفه ديال البايله، كتجي سهله وبنينه، ما نحتاجوش للمقله ديالها. فعندي واحد الضويمه ديال الزعفران، ضامه ديال البقري ولا الدجاج، معلقه ديال الملح، شويه الحار، جوج معالق ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الخرقوم، وواحد نص معلقه ديال الزعتر. هادو هي العطريه باش غادي نطيبو. بالنسبه لهاد البايله غادي نحتاج ليها واحد شويه ديال الثومه غبره، انا ما عنديش ثومه طريه، داكشي علاش استعملتها. كاس ديال الاربوريو، الروز ديال البايله، شويه ديال اللوبيا، 200 غرام ديال الكروفيت، بصله مشلضه ولا مقطعه مربعات، 150 غرام ديال الدجاج، و 250 غرام ديال الحوت الابيض، زائد واحد شويه ديال الطريفات ديال الكروفيت مقطع هكا مربعات. استعملت الفلفله الصفراء والفلفله الحمراء، وجوج مطيشات كبار مقطعين تاهما مربعات. ما عنديش انا المقله ديال البايله، فكنستعمل المقله ديال المسمن ولا المقله الغليظه، وكتسلق فيها من داكشي الرفيع. الطريقه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت وسهله. اول حاجه غادي ناخذ نزيدو عليها واحد جوج معالق ديال الزيت، وغادي نبدا نحمر في هذوك الطريفات ديال الدجاج. غنرش عليهم واحد شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، بغيتهم غير يطيبوا ويتحمروا على الجوايه بجوج. هذا كما قلت لكم الدجاج غيبقى اختياري، ماشي بالضروره نديرو. بعد ما يتحمر الدجاج غادي نشدو، غادي نحيدو، نحطو في واحد الطبسيل ونخليه على جنب. وداك الزيت اللي طاب فيه النيت كناخدو وكنزيد عليه هذوك البصيله ديالنا والفلفله الصفراء الفلفله الحمراء، نخليهم يتصهدوا شي شويه حتى تنحس بهم طاحوا، بحال 5 دقائق ما تفوتيها زعما في هذا في التشحار ديال ديك البصيله مع الفلفله. من بعد ما كيبقاو يتشحروا لينا ونحسوا بهم طاحوا واحد شي شويه، زدت واحد جوج معالقات ديال الزيت البلديه، وغادي نرمي عليهم مطيشه حتى هي. فمن بعد ما غادي نلوحو مطيشه غنزيد العطريه اللي هي التحميره، الزعتر، الخرقوم، المليحه، ودوك الضامات غادي نحتفظ بهم حيتاش غادي نستعملهم في الماء اللي غادي نطيب به. فانتوما كما كتشوفوا دابت لي دبلات، بحال لي دبلات هذيك الخضيره كامله، وتزادت عليها مطيشه والعطريه. كما قلت لكم خليت عير الضامه ديال الكنور وهذيك الضويمه ديال الزعفران. غادي نشحرهم مزيان، نعطيهم واحد 3 دقائق عير بين ما ديك العطريه دخلت ليا في مطيشه ومع الفليفله والبصله. بالنسبه للروز، انا هنايا غادي نستعمل هذاك الروز اللي سميتو اربوريو، هو اللي تقريبا كيصايبو به البايله. الروز بحال الحبه ديالو شويه صغيوره ومدبزه. هذا الروز كيجي كريمي، داكشي علاش كيجي زوين في البايله. فغادي ناخذ القياس اللي غادي نعبر به الروز، هو اللي غادي تعبر به الماء من بعد. فخديت انا كاس تقريبا فيه واحد 200 غرام ديال هذاك الروز. غادي نشدو، اول حاجه غادي ندير غادي نحط هذيك الخضره على جنب واحد، وغادي نوجدها باش انني نحمر ولا نحط الروز. فحيدتها على جنب باش نيفيتي انني نحيد هذيك المطيشه والفلفله وندير الروز. فكنحط الفلفله والخضره على جنب، كندير واحد المعلقه ديال الزيت، وهذاك الروز كنشدوه كنبقاو نحركوه فيه، ولا بحال اللي كنحاولوا اننا نغطيو كاع الحبيبات ديال الروز بداك الزيت. كنخليه واحد دقيقه ما فايتاش، كنبقى نحرك فيه. صافي حسيت به كامل تقاس بالزويته، وغادي نشدو غادي نخلطو مزيان مع هذيك الخضيره،
ونبدا نضيف هذيك العناصر الاخرى اللي هي الحوت، الكروفيت واللوبيا. انا اليوم استعملت اللوبيا حتى ما كانش عندي جلبانه، جلبانه كتجي احسن، حتى اللوبيا كتجي بنينه، ولكن انا كنفضل جلبانه، ولكن دائما في اطار كنقضيو باش ما كاين مكيلاش نبقاو نسطعو ريوسنا. صافي غادي نحط هادشي كامل، ضفت هذاكشي كامل في هاد المقله. باش غادي تطيب في هاد المقله الثقيله، الحاجه الوحيده اللي غتلقاو فيها المشكل هي الماء. فشنو كندير انا؟ كنشد القياس ديال الرز، كندير جوج قياسات ديال الماء سخون. فشديت واحد الطاسه، درت فيها هذيك الضويمه ديال الزعفران، نزت عليها واحد شويه ديال الزعفران شعره، والضويمه ديال البقري اللي عندي. فمن بعد ما شديت هذيك الضويمات خلطتهم مع داك الماء، بحكم ان المقله اللي عندي ما طالعاش بزاف لانها عر قصيوره، هنا فين كتجي فين كاينه اللعبه، ما كديروش الماء دقه واحده، غديروا ثلث ديال الماء وكتمشيو تنساو واحد 5 دقائق، ترجعوا ديروا الثلث الثاني والثلث الثالث، حتى كيولي بان لكم هذاك الروز ترانسبارون. ديك الساعه فاش كتعرفوه راه وجد. كتاخذ 25 دقيقه بالضبط باش كطيب، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، وما كتحتاجيش تخليها الفران حيت فريمون حيت المقله ثقيله كيتحمروا كاع الجناب، داك الرز كيتحمر مع الجناب كيجي رائع. صافي هنايا زدت عليه هذوك الطريفات ديال الدجاج، وكما كتشوفوا راه كتبان نشفات من بعد ما طيبناها في داك الماء ديال الزعفران والضامه ديال البنه. هاد الطبق صراحه كيجيني انايا من اسهل الماكله اللي تقدري توجدي، اخص في الصيف، سهله بنينه وما كتاخدش بزاف ديال الوقت، هادشي باش زوينه. ومنين وليت كنستعملها، منين جربت اول مره في المقله ديال المسمن، كان فاضت ليا من تماك، وليت كنتعلم شويه بشويه، وما بقيتش كنتعكز عليها، كنقول لا ما عنديش المقله ما نقدرش نديرها. صافي كنسدو عليها واحد جوج دقائق زايد، والطبق وجد، كيجي بنين وكما قلت لكم ساهل، ما كياخذش بزاف ديال الوقت. جربوه ونتمنى يعجبكم. نهاركم مبروك، استمتعوا بالجو المشمس والجميل، الله يعاون.